عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله نسوي حلقه جديده من برنامج 100 سؤال في التحاليل الطبيه من حتشبسوت. لسه معاكم، حلمت في حلم زمان اصور كل التحاليل الطبيه من كل الاماكن الاثريه في مصر كلها، وبدانا من الاقصر من اهم مدينه في التاريخ كله. كان نفسي اروح اسكندريه والقاهره، وهنصور من هناك باذن الله في الاماكن دي حلقات كتير، الناس تتفرج على العلم وتتفرج على السياحه. هنا اقدم مكان في العالم في الطب كله، هنا كل حاجه كويسه باذن الله. اتسالنا سؤال وقال لك هو ممكن الاس جي او تي يبقى اعلى من الاس جي بي تي، وممكن الاس جي بي تي يبقى اعلى من الاس جي او تي. كان لازم نبقى عارفين ان الليفر انزيم ليه حاجات كتيره جدا عشان نشخصها. من اهم الحاجات دي اس جي او تي، اس جي بي تي، في الكالاين فوسفاتيز، في البيومين، في بيلروبين، في حاجات كتيره قوي 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 ممكن نعملها. السؤال الناس بدات تربط الاس جي او تي والاس جي بي تي ببعض. لازم نعرف الاس جي بي تي بيتفرز من الليفر بس، اما الاس جي او تي ممكن يتفرز من الليفر، ممكن يتفرز من الهارت. وبالتالي فلو حصل عندي ان الاس جي او تي اعلى من الاس جي بي تي، يبقى المشكله هنا في الهارت، في القلب. اما لو المشكله عندي الاس جي بي تي عاليه والاس جي او تي قليل، يبقى المشكله هنا في الليفر. لازم نفرق بين الاثنين، ومعنى الكلام دوت ان احنا ما نربطش كل حاجه ببعضها. الليفر حاجه كبيره جدا، بنحاول نشرحها بكل بساطه. يبقى اول انتربريتيشن عندنا، لقينا الاس جي او تي او الاي اس تي اعلى من الاي ال تي، يبقى المشكله في الهارت. لقينا الاي ال تي اعلى من الاس من الاي اس تي او الاس جي او تي، يبقى المشكله في الليفر، وهكذا. تمام، ده فيديو بسيط كده عن الاس جي او تي والاس جي بي تي. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما زلنا في حتشبسوت.